لو الحكاية فيها إن فيتو بيتم اختيارها من خلال الشباب، يعني هم اللي بيطرحوا اسم الحملة مش احنا اللي بنطرحها. فلسه الاسبوع القادم ان شاء الله بعد ما نحدد الاسم الشباب يبدأوا فيها هيتم اطلاقها، بحيث انه يحصل توعية في ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية بالنسبة للشباب بأهمية المشاركة والإدلاء بصوت عشان صناعة مستقبلهم، لانه في الاخر ده مستقبل الشباب. فيعني هو ما بيطلي بصوته ده معنى كده انه هو بيصيغ مستقبل، فده لازم الفكرة دي لازم توصل للشباب. الحاجة الثانية حضرتك، طبعا بنفكر ان احنا في خلال مشاريع التخرج بتاع الطلاب، وخاصة طلاب الاعلام وطلاب الاجتماع وطلاب علم النفس وكده، ان احنا نشتغل على موضوعات خاصة بذوي الاعاقة، على اساس ان احنا نخدم على عام ذوي الاعاقة في الكلية، باعتبار طبعا كلية الاداب يعني هي فاطرة الثقافة والتنمية دايما في أي مجتمع بتتواجد فيه.